أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها اليوم هي هذا المساء للحديث عن تطورات معركة تعز والانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية هناك خلال اليومين الماضيين. بعد عام من الحرب والحصار والخذلان أيضا، تعز على بعد خطوة من التحرير الكامل واستعادة حريتها من قبضة ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع التي أذاقتها الموت لما يقارب العام. تهاوت مواقع الميليشيا سريعا خلال اليومين الماضيين تحت ضربات قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وباتت معظم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية في يد المقاومة الشعبية، وهي الجبهة التي بقيت مشتعلة طوال الأشهر الماضية. لا تزال تعز تحت النار، لكن ما حدث خلال اليومين الماضيين يعني أن تعز فكت حصارها وأنها على موعد قريب مع الخلاص النهائي من نار الميليشيا والموت الذي سلطته على المحافظة لأشهر. انتصار تعز الذي كان من المفترض أن يحدث في وقت سابق سيعزز من قوة معسكر الشرعية نظرا للثقل الذي تمثله تعز سياسيا وعسكريا. في منتصف المسافة بين صنعاء وعدن يقع مقري سلطة الميليشيا والسلطة الشرعية على التوالي. تقع تعز، وعلى ما قبل اليوم كانت سلطة الميليشيا هي المتحكم بتعز وإن لم تكن تحكم على الأرض، وفي كل الأحوال هي لم تعد كذلك الآن، فيما يفترض أن تكون السلطة الشرعية هي أبرز المستفيدين من هذا النصر. تطورات معركة تحرير تعز ودلالاته وأهمية الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية هناك على صعيد إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ستكون محور حديثنا لهذا المساء من زوايا الحدث. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. جرعة جديدة ضختها المقاومة والجيش الوطني لإنعاش مدينة تعز، جاءت الأخبار مطمئنة وتزف ما يشبه البشرى السارة. سيل من المواقع حصدتها المقاومة والجيش موقعا بعد آخر، فمن التلال التي كانت تسيطر عليها الميليشيا المطلة على المدينة ومعبر الدحي إلى نادي الصقر وبئر باشا والجامعة حتى المطار القديم ومقر اللواء 35 الذي بات في قبضة المقاومة. أرهقت تعز الميليشيا في سجل لا بأس به من الانتصارات، كما حدث في منطقة الأقروض التي تخلصت هي الأخرى من الميليشيا وأعلنها الجيش اليوم منطقة محررة بالكامل. 11 شهراً سقط من حياة أبناء هذه المدينة التي ظلت وحيدة تقاتل عن وطن جريح، ومع ذلك تحرز تقدماً واضحاً. وما يعقد الأمر على هذه المحافظة أنها تريد أن تعجب الجميع، والجميع يظل يتفرج لها بمنظار من بعيد وبحسرة بما فيهم الشرعية. ومع ذلك كله أيضاً تعز تسير نحو النصر، ولا شيء يحجب الرؤية فيها. في لحظة تشق أصوات الرصاص طريقها، فتسمع في الأرجاء المقاومة عازمة على تخليص المدينة من الميليشيا نهائياً. تخوض المقاومة معركة شرسة وبالغة التعقيد مع جماعة نشرت القناصة في محيط المساكن واتخذت من المباني والمساكن دروعاً بشرية وتحصينات. في الأساس نشرت الرعب في أنحاء المدينة، وهو ما ضعف من صعوبة حياة المواطنين من المدنيين وعرضهم في هذه المناطق للاضطهاد والقتل والتشريد والنزوح. كل هذا دفع بالمقاومة إلى أن تحمل على عاتقها فكرة النصر، ويتقدم أفرادها الصفوف شهداء وجرحى على درب التحرير. فخاضت معاركها على مختلف الجبهات وفي مختلف الظروف من الصيف الساخن إلى الشتاء، وما تزال تسطر معركتها تحت المطر. لكأن السماء تدخلت في هذه اللحظة من الزمن حتى بات الانتصار على حافة المدينة يجري تسطيره، والمستحيل بات ممكناً وفي متناول المقاومة. لا دلالة أن تأتي هذه الانتصارات في لحظة يتحدث الجميع عن مفاوضات وحلول سياسية قريبة، سوى دلالات الانتصار وتخليص محافظة أخرى من الميليشيا. لكن تبدو تعز غير آبهة لكل ما يدور في الأروقة السياسية، فكما استمرت في حصارها جريحة ووحيدة تعتصرها آلة الحرب، تشعر اليوم بما هو أكبر من الحزن العابر إلى ما بعد الغضب المحتمل، لتصير الحقيقة الوحيدة الآن أن تعز عصية، فالكلمة الأعلى فيها للجيش الوطني والمقاومة الخالصة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وإلى أن تجهز الاتصال بضيوفي الأكارم، بالتأكيد الانتصارات الأخيرة التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليوم في تعز كان لها دلالات وتداعيات كبيرة جدا على مسار المعارك في تعز. اليوم استعادت معظم مناطق الجبهة الغربية التي كانت تسيطر عليها الميليشيا، أبرزها نادي الصقر وبير باشا وأيضا جامعة تعز، أيضا من أبرز الأماكن التي تم السيطرة عليها اللواء 35، هذا اللواء الذي ظل على طيلة العام يعني لمدة عام كمحطة لتزويد الميليشيا بالإمداد سواء لمعركة الضباب أو لمعركة تعز. بالتأكيد الميليشيا الانقلاب اليوم هناك نقطة مفصلية ومحورية تغيرت في مسار المعركة بعد عام من الحصار الخانق على محافظة تعز. اليوم تبدو بشائر النصر عند في تقدم المقاومة الشعبية لفك الحصار من هذه الجبهة باتجاه منطقة الضباب، وهنا المعارك لا زالت مستمرة. المنطقة الغربية، قائد المنطقة الغربية معهم، ستلتحم بالمقاومة الشعبية الجيش الوطني من الضباب، وبالتأكيد سيمثلون نقطة عبور وفك الحصار إلى مدينة تعز. طبعا حتى يجهز الاتصال بضيوفنا الأكارم، سنذهب لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي تبين الأماكن التي سيطرت عليها المقاومة الشعبية وحققتها خلال اليومين. نتابع هذه المادة ومن ثم نعود. إذن تابعنا هذه المادة المعلوماتية عن المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة تعز. بالتأكيد لا يخفى على أحد بأن ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع حصرت تعز لأكثر من عام، لم تستخدم فقط القصف والقتل، لكنها عمدت إلى حصار المدينة ومنع كل شيء يصل إلى المدينة من الماء والغذاء والدواء، حتى الأكسجين قامت وعملت الميليشيا على قطعه تماما. لكن ما حدث مؤخرا تبدو أن نتائجه ستغير المعركة حتى على المستوى المنحى السياسي، لأن تعز لها أهمية كبيرة سياسيا وجغرافيا وتاريخيا. بالتأكيد اليوم ميليشيا الحوثي تتراجع وتتوارى من تعز أمام الصمود ومقاومة وجلد أبناء تعز الذين يقاتلون بأدنى الإمكانيات وبأسلحتهم الشخصية، استطاعوا أن يصمدوا لمدة عام ولم تنكسر تعز أمام جلد وصلب الميليشيا التي حاصرت الميليشيا أكثر من 13 لواء من الحرس الجمهوري بكل عاداتها العسكرية. ظلت تحاصر تعز لكن تعز ظلت عصية حتى اللحظة، وها هي تعز اليوم تنتصر وتحقق الانتصار تلو الانتصار. بالتأكيد هناك الآن سينضم إلينا السيد عبد الهادي العزعزي أو القائد المقاومة الشعبية في الجبهة الغربية عبد الصغير. سيادة السيد عبد الصغير مساء الخير. شيخ عبدو مساء الخير. شيخ عبدو هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك أيضا، إذن ننتقل إلى السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي أهلا بك معنا في زوايا الحدث. أهلا وسهلا أستاذ عبد الهادي. بداية، ما هي الأهمية التي تحققت اليوم على صعيد المعارك في تعز من وجهة نظرك وأنت في الميدان وتشارك أبناء المقاومة الشعبية هذا النصر وهذه الخطوة الكبيرة التي ظلت تعز تنتظرها لفترة طويلة؟ أعتقد أن ما حدث اليوم في تعز ربما يغير ميزان القوة بشكل كبير على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية اليمنية إجمالا. ما حدث اليوم هو كسر الحصار تماما، إذ أعتقد مع نهاية هذه الليلة ربما تكون الجبهة الغربية لتعز قد تم استكمالها تماما في منطقة الربيعي، وتم الاتصال بين
المقاومة الشعبية والجيش الوطني في المدينة، وعلى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الضباب أو بداية مقدمة الجهة الجنوبية والغرب الجنوبية من تعز تماما، وفك حالة الحصار والقطيعة التي ظلت بداية الحصار. نعم. هذه المسألة نصر عسكري كبير، نصر عسكري كبير، تعزيز للروح المعنوية للمقاومة، إثبات أن هذه المقاومة التي جرى التجني عليها بشكل كبير كانت عند مستوى المسؤولية والتحدي. نعم. واستطاعت أن تفي بالتزاماتها بشكل كامل، حققت إنجاز رغم ظروفها الصعبة والصعبة جدا. نعم. في هذه الفترة وفي زمن قياسي، هذه الجبهة التي دعنت من الطيران التحالف العربي بشكل كبير، وأيضا دعنت من رجال الجيش الوطني في هذه المحاور، استطاعت أن تفك الحصار تقريبا شبه كامل على المدينة، استعادت قيادة اللواء 35 في المطار القديم، استعادت الجامعات، نادي الصقر، سوق بير باشا، التباب، رغم أن المنطقة جغرافيا صعبة، وأيضا داخل المدنيين كان الانقلاب يتعصب بالمدنيين ويستخدمهم بشكل كبير. نعم. لكنها استطاعت اليوم أن تحقق نصرا معنويا كبيرا، أعتقد أنه سوف يغير موازين القوة على الأرض، وهو رد عملي على الدعوات التي كانت تطالب. نعم. بإجراء حوار وتفاوض مع الانقلاب. طيب سيد عبد الهادي. نعم. نعم. طيب سيد عبد الهادي، إذا تحدثنا عن يعني ما الذي يمكن أن يضيفه هذا التحرير بالنسبة لمسار إسقاط سلطة الإنقلاب بشكل عام ليس في تعز فقط؟ هذا التحرير سوف يساهم بدفعات بشكل كبير، وأعتقد أن هذا التحرير سوف ينعكس بشكل كبير على الجبهة المتقدمة نحو صنعاء وجبهة الجوف والجبهة المتقدمة في النيبي وحراز، وأيضا على جبهة البيضاء بدرجة أساسية والضالع تماما على المنطقة الشمال، على المنطقة الشرقية من محافظة عيد ما بين الضالع وأيضا عيد، وقد يغير موازين محافظة عيد بشكل كبير. هذا سوف يفك ما كان يعتبر ورقة الضغط القوية التي تمثلت في حصار مدينة تعز والضغط عليها بشكل كبير، وهي الورقة التي استخدمها الانقلابيين لابتزاز السلطة الشرعية، السلطة الشرعية مثلا. نعم. في الأقراص الدولية. نعم. والحكومة، وأيضا في ابتزاز التحالف العربي وفي تحريك المنظمات الدولية بالضغط من أجل قبول التفاوض. نعم. ولكن أستاذ عبد الهادي، نعم نعم أستاذ عبد الهادي، ولكن يعني هذا النص، لكن هذا النص لا زال يعني منقوصا، يعني لحد الآن لا زالت الميليشيا تتواجد في أكثر من جبهة في تعز، وحتى جبهة الضباب إلى اللحظة لم يتم يعني فتح هذه المنفذ حتى يفك الحصار عن تعز، يعني بمعنى بأن الميليشيا لا زالت متواجدة وهناك لا زالت تطوق وتقصف وتضرب على المدينة. أعتقد أن ساعات أن العمليات التي بدأت في تحرير الجبهة الغربية لن تتجاوز 70 ساعة إلى الآن، لا زالت المسألة مبكرة على تحدثها. المساحة التي جرى تحريرها ليست صغيرة، مساحة كبيرة جدا، وهذه المنطقة الآن ربما أسهل بكثير من المناطق والتباب التي تم تحريرها، استعادة الجامعة، استعادة الطريق، الآن المقاومة ما خلف السجن وباتجاه تبة الصالح، لا تزال هناك أقل من كيلومتر المسافة التي تجعل المدينة مباشرة مرتبطة بشكل مباشر بالعاصمة عدن عن طريق خط الحبرية الجنوبي. نعم. أيضا التقدم بالنسبة للمقاومة، لديها استعدادات كبيرة، لديها خطة منظمة، هناك غرفة عمليات، المقاومة تعمل بشكل تكتل منتظم، كانت ربما الأكثر انسجام، ولديها خطة أمنية. نعم. للتأمين. كل المطلوب من الجميع تعزيز الجبهة بشكل عام وتحريك قضية. نعم. الجبهات. نعم. أعتقد أن تعز لن تتجاوز بالزمن القياسي أسبوعا كاملا، وتكون قد وصلت إلى البحر وأصبحت على تواصل مع العالم. هذا ما نأمله. نعم. نعم. هذا ما نتمنى. أستاذ عبد الهادي تكرم. أستاذ عبد الهادي تكرم. أستاذ عبد الهادي تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث محافظ المحافظة السيد علي المعمري. سيادة المحافظ مساء الخير. مساء النور العافية. أهلا بك سيادة المحافظ معنا في زوايا الحدث. بعد أن أصبحت معظم تعز محررة، ما هي خططكم في السلطة المحلية لإعادة تطبيع الوضع في تعز؟
أخي الكريم، أولا نهدي هذا النصر وهذه الانتصارات لأبناء اليمن عموما وأبناء تعز الذين أبلوا بلاء حسنا، قاوضوا قاتلوا حتى وصلوا إلى هذا اليوم العظيم. فيما يتعلق بالسلطة المحلية، نحن نعتقد أن أولى مهامنا في المرحلة القادمة هو توفير الأمن، وأن لا يعني لا أحصل في تعز نتيجة لهذا التقدم والانهيار في صفوف العدو. نخشى أن يكون هناك خلايا، نخشى أن يكون هناك أشخاص موجودين في المدينة. نحن سنركز في المرحلة الآنية ولا في هذا الوقت يعني مباشرة على الموضوع الأمني، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن أمور أخرى. لكن ما يشغلنا حاليا وما نفكر فيه جديا أن لا يحدث فراغ أمني يعني في المدينة وفي المحافظة بشكل عام. نعم سيادة المحافظ، يعني لديكم الآن خطط أمنية مرتبة ستشرعون بها من أجل تأمين المدينة بشكل كبير ومباشر من غدا؟ أخي العزيز، نحن عين الحديث عن موضوع الأمن، حقيقة نحن نشتغل بالحد الأدنى من الإمكانيات، لكن موضوع الأمن هو موضوع يشغل بال كل أبناء تعز ويشغلنا كسلطة محلية وكمحافظ. نحن بحمد الله وفرنا الحد الأدنى من متطلبات الأمن. نعتقد أن المقاومة والجيش الوطني سيكون دورهم دور مهم جدا في حفظ الأمن. هذه القوة التي نعول عليها كثيرا في ضبط الأمن، هذه القوة التي أجبرت الغزاة، أجبرت الانقلابيين على الانتحار في كثير من يعني مناطق كانوا يسيطرون عليها. وأحب أن أؤكد أن المعركة اليوم هي ليست نهاية المعركة. نعم. الأمر يحتاج أيضا إلى وقت، لكن إن كان هناك من جواب على سؤالك فيما يتعلق بخططنا نعم. القادم، أقول أن الخطة الرئيسية التي نركز عليها حاليا هو أن لا يحصل هناك فراغ أمني في المحافظة. نعم. طيب سيادة المحافظ، إذا كان هناك تخوفات بالنسبة لكم في السلطة المحلية، بمعنى آخر الكثير يتحدث أن يعني بعد انتصار عدن حدث هناك انفلات أمني كبير والكثير يتخوف من تكراره في محافظة تعز، يعني هذه النقطة كما ذكرت بأنكم تولونها اهتمام كبير، لكن إذا كان هناك تخوف من بعض يعني الفصائل أو الجماعات أو ما شابه ذلك، يعني ما هي، أم أنكم هناك تفاهم كبير بينكم وبين أفراد المقاومة وتواجد الجيش الوطني في المحافظة ولا يوجد أي تخوفات بالنسبة لكم ما بعد التحرير؟ أخي الكريم، نحن مثل ما قلت نخشى ونخاف، وهذا أمر مشروع، لكن رهاننا الحقيقي على إخوتنا في الجيش الوطني، أبناء القوات المسلحة والألوية الموجودة في محافظة تعز أولا، وأيضا أبناء المقاومة، وهؤلاء هم السند الرئيسي ومن نعول عليهم كثيرا في حفظ الأمن داخل المدينة، لأن كما تعلم أن المدينة كانت طوال هذه الفترة يعني من قائم على مسألة الأمن فيها وسلطة الأمر الواقع هم الإخوة في المقاومة من كل فصائل المقاومة. نعم. نحن نراهن على حكمة وعقل هؤلاء في نعم. أنهم يساعدوا السلطة المحلية في ضبط الأمن. نقول أن السلطة المحلية لا تمتلك الإمكانيات، لكنها تمتلك علاقات جيدة بقيادة المقاومة من كل فصائل نعم. المقاومة بقيادة الجيش الوطني. هؤلاء الإخوة في المقاومة وفي الجيش الوطني، ونحن أيضا في المملكة، كنا في المملكة العربية السعودية وفي التقينا بالإخوة هنا المسؤولين في بعض المسؤولين في المملكة العربية السعودية، هم أيضا مهمومين بهذا الأمر وسيساعدونا بإذن الله بأن نحقق يعني نعم. ما نتمناه في موضوع الأمن، وأن نضبط الأمن في تعز، ولا يحصل، لا يتكرر ما حصل في بعض المحافظات، أن لا يتكرر في محافظة نعم. تعز. سيادة المحافظ، يعني الآن إذا فتحت الجبهة الآن من الجبهة الغربية والتحمت مع الضباب وتم فك الحصار من هذا المنفذ بالنسبة لتعز، هل ستشهد المدينة وسنسمع عن دخول مواد إغاثية للمدنيين المحاصرين هناك؟ أعتقد يا أخي الكريم، مش أظن وأنا هنا يعني على يقين كأن هذه الثلاثة كيلومترات، هذه المسافة التي كانت واقعة تحت يعني هيمنة نعم. الانقلابيين، اليوم بإذن الله وغدا سيمكن أو سيتمكن الإخوة في المقاومة والجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف الطيران التحالف يعني طوال هذه الفترة، وهو يقوم بمهام يعني ضد تواجد لمجموعات عسكرية. أقول أن هذا الخط إذا فتح فإن التواصل بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن سيصبح آمن، ويمكن تنقل البضائع والأفراد والأسلحة والذخائر وكل ما تحتاجه تعز سيصبح مؤمن بشكل تام. نعم. نحن كل ما نرجوه أن هذه الانتصارات نحافظ عليها، أولا أن الإخوة في المقاومة والجيش الوطني عليهم أن لا
يعني يتسرب اليهم يعني نخشى ان بعض اصحاب النفوس الضعيفه او هكذا في بعض ان لا يتسرب يعني ان لا يقوموا ببعض التصرفات التي لا نرغب فيها. نحن نقول ان هذا الخط مهم، رهاننا مثل ما قلت رهاننا الحقيقي في موضوع الامن هو على اخوتنا في المقاومه، على اخوتنا في الجيش الوطني، هؤلاء من نعتمد عليهم لانهم سيكونوا سندا لنا في السلطه المحليه في حفظ الامن في محافظه تعز. نعم سيده المحافظ، هل سنرى المحافظ يباشر عمله من المحافظه قريبا من وسط تعز؟ باذن الله اذا ما يعني لا استطيع ان اعطي يعني تاريخ معين، لكني انا متواجد خارج تعز من اجل يعني القيام بمهام لمحافظة تعز ولأبناء محافظة تعز. نحن نتواجد من أجل أن نرتب كثير من الأشياء مثل ما قلت بعد يعني بعد ذهاب هؤلاء الانقلابيين من تعز، وإن شاء الله ذهابهم من كل مواقع يعني يسيطرون عليها، أعتقد أن تعز تحتاج الكثير من الإمكانيات، تحتاج الكثير من المساعدات، تحتاج الكثير من هذا الأمر ندرسه ونعكف عليه ونجلس مع إخوتنا في المملكة وفي قيادة التحالف لكي نرتب لمرحلة ما بعد ذهاب هؤلاء الانقلابيين من محافظة تعز. نعم سيادة المحافظ، سؤال أخير أختم به معك قبل أن نودعك، فيما يخص الكثير يتحدث عن تخوف، يعني ما إن يعني تنتصر تعز ويفرح أبناء تعز بانتصار حتى تحدث هناك انتكاسة ويعود الحصار وتعود الميليشيا من جديد ويحصل خذلان للمقاومة والجيش الوطني من استمرار هذا الانتصار حتى تظل محررة وتحرر جميع مناطق تعز. هذه المرة ستستمر المقاومة والجيش الوطني في دحر الميليشيا وبالتأكيد فك الحصار وتحرير تعز نهائيا؟ أخي العزيز، ما من شك أن العدو والانقلابيين سيبذلون كل الجهود للعودة، سيعودون الكرة مرة وثانية وثالثة إذا ما وجدوا الفرصة لذلك. رهاننا الآن على إخوتنا في قيادة التحالف، الإخوة قادة الجبهات، قادة الألوية يشتكون يعني من بعض النقص في بعض الأمور. أعتقد أن إذا ما وفرت الحد، إذا ما تم توفير الحد الأدنى من الذخيرة والمال للإخوة في الجيش الوطني والمقاومة، أعتقد لن يكون هناك ممكن عودة هؤلاء. لكن إذا حصل نقص ويعني خذلان في هذا الأمر، إذا لم يقوم الإخوة في قيادة التحالف في إسناد الإخوة في الجيش والمقاومة بما يحتاجوه للثبات على المواقع التي أخذوها أمس واليوم وغدا سيأخذوها إن شاء الله، أعتقد أن الأمر سيكون يعني قد لا سمح الله ولا نرجو ولا نأمل، لكن رهاننا مثل ما قلت على ثبات إخواتنا في المقاومة والجيش الوطني، رهاننا على أن إخواتنا في قيادة التحالف لن يخذلونا إذا ما تم يعني إذا ما قام الإخوة في قيادة التحالف بإسناد الجيش الوطني والمقاومة بالحد الأدنى ما يحتاجوه، أقول لك لن يستطع هؤلاء العودة إلى 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 أي شبر من محافظة تعز. سيادة المحافظ محافظة تعز سيد علي المعمري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إلى تعز مع المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزازي. سيد عبد الهادي، إذا تحدثنا عن تحديات ما بعد التحرير بتعز، برأيك ما هي أهم التحديات التي ستواجه السلطة المحلية وأيضا السلطة الشرعية بشكل عام في تعز؟ أعتقد أن المحافظ أشار إلى أهم التحديات وهو التحدي الأمني. التحدي الأمني يأتي على رأس هذه التحديات، والمحافظ كان واضح وصريح باعتباره أعلى سلطة في المحافظة، وبالتالي هو وجه الدعوة إلى كل قادة المقاومة والجيش الوطني والأحزاب السياسية، الوجهات الشخصية الاجتماعية، أبناء هذه المناطق، أن يعملوا على أفضل أمن. بالنسبة للأمن، نحن اعتدنا طوال الفترة الماضية أن الأمن الذي كان مخصصا للتعز والمخصصات التشغيلية للأمن كانت عند الحد الأدنى. نحن لا زلنا نعمل منذ 100 سنة تقريبا داخل تعز تحت شعار كان يطرحه الأستاذ النعمان العسكري من الشمال، وتكاليفه يتحملها أبناء الرعية في تعز. هذه المسألة واضحة، كانت اعتمادات إدارة الأمن أو النفقة التشغيلية في تعز هي مبلغ بسيط جدا، قدره سنويا 9,900,000 ل3,000,000 نسمة. كانت يتم التعامل مع هذه المنطقة باستهتار رهيب. اليوم نحن أمام وضع محدد على الأخ رئيس الوزراء،
باعتباره نائبا للرئيس ورئيس الحكومة تغطية نفقات الحجز المالي والنفقة التشغيلية المتوقفة عن السلطة المحلية. نعم. هذا أولا. اثنين، عليه أن يمنح تفويضا للمحافظ ووكلاء المحافظة باستخدام الإيرادات المحلية لتغطية العجز. هذه المسألة مربوطة بكسر قوانين الحكومة تفتش المناطق المحررة دون أن تشعر. هذه القضية لم يتناولها أحد، لم تنزل حتى حال الطوارئ في نظام الطوارئ. يا طيب. أخي هناك عجز شديد، وكأن الحكومة يبدو أن الحديث نعم أستاذ عبد الهادي نعم الحديث قانون. نعم استاذ عبد الهادي نعم استاذ عبد الهادي الحديث الان عن يعني عن هذا الجانب يبدو يعني يعني لا زال يعني في حين يعني لا زال متاخرا عن هذا الجانب. اذا تحدثنا عن تقييمك للتفاهمات بين فصائل المقاومه الشعبيه ورجال الجيش الوطني في تعز ومقدار التعاون فيما بينهم من اجل ان تكون تعز نموذج لحضور الدوله والامتثال لقوانينها. أعتقد أن المقاومة أنجزت شيئا كثير. لديها مناطق محررة وهي تمارس الإدارة فيها بدون إمكانيات، بدون إمكانيات تمارس الإدارة وتعلن حضور الدولة. هذا مجتمع يبحث عن الدولة ويعتبرها فريضة غائبة. المقاومة لها قيادة موحدة، بينها تنسيق، لها غرفة عمليات، لها ناطق رسمي، بينها تفاهمات. لا خوف من هذه المسألة على تعز. الخوف لا يشكل نسبة أقل من 30%، لكن مقارنة بعدم، مقارنة بلحظ، هنالك جماعة منضبطة في تعز، هنالك حضور قوي للأحزاب السياسية، حضور للوجاهات، هناك نوع من التخوف، هناك مصالح الناس يحافظون عليها، هناك بنية اجتماعية حية وليست ميتة في تعز، وهذا لا نراهن عليه. لم يجري السطو بشكل كبير بتعز، النسبة أقل من نسبة الخطر المعروفة، برغم أن المنطقة حرب وفيها حالة انفلات أمني وفيها طرف انقلابي كان يسعى إلى إدارة هذه المشكلات. نعم. علينا الدعوة أو على الجميع أن يتلقف دعوة المحافظ باعتباره أعلى سلطة سياسية بمحمل الجدية، بالذات الإخوة في المؤتمر الشعبي وبعض القيادات التي كانت محسوبة على الأمن، على قيادات الأمن وعلى الإخوة في الجهاز الأمني في تعز، العودة إلى أعمالهم على السلطة المحلية، الاستعداد للعودة إلى أعمالها، على الإخوة في النيابات والمحاكم وأجهزة الأمن التنبؤ لهذا الجارب. نعم. على التحرك. نعم سيد عبد الهادي. نعم نعم التحرك الذي كان في في الأيام الماضية والأشهر الماضية الذي كانت تقوم بها اللجنة الأمنية وفتح بعض أقسام الشرطة، يعني هل لا زال قائم هذا يعني الأمر؟ لا زالت متواجدة يعني الدولة بهذا الشكل وبإدارة من اللجنة الأمنية أم لا؟ لا زالت هذه اللجنة ولا زال الوكيل المحافظ الأستاذ رشاد الأكحل يشرف على الوضع داخل المدينة، ولا زال الأخ محمد عبد العزيز باعتباره وكيلا لمنطقة الحبرية أو لأغلب المديرية المحررة التي تقع خارج محافظة تعز إلى الجنوب يقوم بدوره. لا زالت الجهاز الأمني يعاد ترتيبه بشكل كامل في المديرية المحررة، لكن الإشكال الحقيقي هي إشكال الإمكانيات. الإمكانيات يا أخي العزيز بيد الحكومة وليست بيد المحافظ. إما أن توفر هذه الإمكانيات أو تطلق الصلاحيات، هنالك أصول يجب التصرف بها. نحن في ظرف حرب، هل يعل ما معنى كلمة حرب؟ دائما ما يتم الحوثيين كانوا يسخرون كل امكانيات الجمهوريه لتمويل المعركه، فلماذا هذا البطء بالنسبه للحكومه؟ ان كانت لا تمتلك امكانيات يا اخي تتقدم بقرض، اليست هذه القروض نحن من سوف يدفعها ويتحملها؟ يتعاملون معنا من مبدا القرض. نعم. على الاقل حتى لا تنهار ما هو قائم، يا اخي قرض حتى من البنك الدولي من اي مؤسسه. نعم. أعتقد أن هذه المحافظة لديها الاستعداد لدفع هذا القرض مع فوائده وعمولة القائمين إن كانت المسألة مرتبطة بإرضاء القائمين. نعم. ما الدور الذي يجب أن تقدمه؟ لا نريد حكومة كما يقال في المثل الشعبي. نعم. كأسد السنفي، يعني لا ليست لها أنياب، نريد حكومة لها أنياب. هذا ما نتمنى. نعم. الآن. نعم. الناس قدمت دماء وأرواح. نعم. طيب. هل يريدون أن نقدم للحكومة محافظة على طبق من ذهب ونبحث عن من يتفضل لكي يكون حاكما لنا ونحن العبيد؟ لا، هذا دوره يا أخي. نعم. نعم. طيب طيب سيد عبد الهادي. نعم. من الحكومة نعم. تقدم إلى أي من الجبهات. نعم تكرم بالبقاء معنا أستاذ عبد الهادي. نشرك معنا الآن في الحديث من تعز القيادي في المقاومة الشعبية السيد عارف جامل. سيد عارف مساء الخير.
أهلا بك شيخ عارف معنا في هذه الحلقة. بداية يعني ما الذي حققتموه اليوم في تعز كقيادة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني، وأين تقفون الآن أمام الأحداث المتسارعة في تقدم المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الجبهة الغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقاومة منذ أكثر من 3 أيام هناك تقدم وانجازات على الميدان، عمل نوعي بإذن الله سبحانه وتعالى بفك الحصار من الجهة الغربية. الشباب تقدموا الآن، ربما الآن خلف السجن المركزي، أمام السجن المركزي، ربما الآن تلتحم في هذه الساعات والساعات القادمة تلتحم جبهة الضباب مع الجبهة الغربية لفك الحصار بشكل نهائي. سيطروا على المعسكر في المطار القديم اللي هو 35. الأعمال أيضا في الجهة الشرقية هناك أعمال وهناك تقدمات حول الى دائره القصر الجمهوري. ان شاء الله تعز خلال الساعات هذه والساعات القادمه تشهد عمل كبير جدا لمساله التحرير. التوجه كان نحو فك الحصار، لكن ان شاء الله ربما تاخذ الى تحرير تعز باذن الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ عارف، اذا تحدثنا عن المسافه الان التي تفصل المقاومه الشعبيه في جبهه الضباب عن المقاومه الشعبيه في الجبهه الغربيه في تعز، ما هي المسافة التي لا زالت الآن يعني تدور فيها المعارك وسيتم يعني تحريرها إلى أن تلتحم؟ بسيطة جدا، المسافة بسيطة الآن، ماشي يعني هنا في المناطق الآن مسيطر على الجامعة هنا في عقاقة، فالمسافة بسيطة لا تتعدى 300-400 متر، وإن شاء الله ربما توصل خلال هذه الليلة أو بكرة إن شاء الله. شيخ عارف، هل لازالت مواقع مثلا تشكل لكم خطر أو تخوف في هذه المنطقة؟ لازالت تتواجد فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ طبعا الجهة الغربية أنتم تعلمون أنه خط إمداد أيضا للحوثي في الجهات الأخرى اللي يواجه جهة المخا وجهة الحديدة، لكن الأمر إن شاء الله هناك انهيار واضح في صمود الميليشيات منذ فترة طويلة، والمقاومة في تعز يعني مصممة أنها تحمل قضية مظلومية، وإن شاء الله بإذن الله تسمعون أخبار جديدة خلال هذه الفترة. شيخ عارف، بخصوص الأخبار التي تحدث الآن بأنه تم السيطرة على السجن المركزي تماما، ما صحة هذا الخبر؟ هناك ربما كما طرحنا، لكن المداري كانت خل في السجن المركزي، ربما يحسم الموضوع خلال هذه الليلة إن شاء الله. لا زالت الأحداث متسارعة. شيخ عارف، الكثير يتحدث يعني ما الذي حدث يعني بالنسبة للمقاومة الشعبية الجيش الوطني، يعني أن تتقدموا بهذه الصورة السريعة؟ هل جاءت يعني محض الصدفة؟ هل هناك يعني الميليشيا تتراجع ويعني قررت أن تنسحب من هذه المناطق، أم هناك معارك فعلا شرسة وتم التخطيط لها بدقة عالية من قبل المقاومة الشعبية الجيش الوطني؟ الأسباب هي الممارسات اللي كانت تحصل في المعبر والحصار الخانق على مدينة تعز، هذا أيضا ضد النساء ضد الأطفال، هذا خلق احتقان كبير لدى أبناء تعز. الآن المشاركين في بالنسبة لجبهة الغرب هي كل الجبهات، كل الجبهات باستثناء مشاركة في هذا العمل ولكن بنسب معينة. هذا الاحتقان وهذا الظلم هو الذي خلق هذه المعنويات المرتفعة، رغم الإمكانات الصحيحة في هذه الفترة خلال هذه الفترة، فخلقت نظر المعنويات القوية، وإن شاء الله الشباب يصبرون على تحرير تعز بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر الشيخ عارف جامل القيادي في المقاومة الشعبية، كنت معنا من تعز. عودة أخيرة إلى السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، إذا هذه الانتصارات بالنسبة للمقاومة الشعبية في تعز، مع الحديث عن تطورات في المسار المباحثات بين السلطة الشرعية والانقلابيين وأيضا التحالف العربي، هل هناك ثمة علاقة بين الأمرين من وجهة نظرك؟ لا أعتقد، الناس ليست لديها رغبة في دخول أي من التفاوضات، نحن نتكلم عن سلطة وانقلاب. الإشكال الحقيقي أن البقية يتعاملون معنا كأطراف، وهذه اللغة اعتدنا عليها من السفارات الغربية والوضع الدولي، لكن على الديمقراطيات الغربية أن تحترم قوانينها في عدم التعامل مع انقلابات. لا أدري كيف يبرز الميدان الغربي كأيضا يكيل بمكيالين، وهي مسألة سيئة جدا. نحن ما نتكلم عنه الآن في هذه اللحظات أن هذه المدينة كانت محاصرة وكانت ورقة الضغط الرابحة بيد الانقلاب. المقاومة أرادت أن تزيل الحرج
تزيل الحرج عن الحكومة، لكن على الحكومة والسلطة السياسية والقيادة السياسية المتواجدة خارج البلد أن تعي أننا نحررهم من الضغوط، فيجب أن يكون هنالك ردة فعل مباشر في توفير إمكانيات تسليم الأمن وتقديم نموذج للدولة داخل هذه المحافظة. أشكرك جزيل الشكر. يصل إسقاط بقية المحافظات، أتمنى أن يكون هناك ردا سريع. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث التي خصصناها عن تعز وتقدم المقاومة الشعبية. كنا نتمنى أن يكون معنا أيضا يعني قائد الجبهة الغربية السيد عبدو حمود الصغير، لكن للأسف بسبب رداءة الاتصالات لم نتمكن من الاتصال به. وأيضا كنا من المفترض أن يكون معنا العميد عدنان الحمادي، أيضا بسبب مشكلة الاتصالات لم نتمكن بالاتصال به رغم أنه تم التنسيق معهم مسبقا. إذا ختام الحلقة، أشكر ضيوفي، كان معنا عبر الهاتف من تعز عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، الشكر لسيادة محافظ محافظة تعز علي المعمري كان معنا عبر الهاتف من الرياض، الشكر للشيخ عارف جامل كان يعني القيادي في المقاومة الشعبية أيضا كان معنا عبر الهاتف من تعز. تقبلوا في ختام الحلقة تحيات طاقم العمل في الإعداد كمال حيدرة، ولكم مني خالص الود حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.